بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم المشتاقين إلى روح صحبة الصالحين من السلف الأكارم المكرمين والصحابة والتابعين. هنا مدرسة الربانية، فرع دورات تدريبية، ونحن في دورة المشتاقين استعدادا لرمضان والشوق لرؤية الصالحين وصحبة الصالحين ومجالسة الصالحين من السلف والصحابة والتابعين. لما تغيب عن أبوك وأمك شهر ولا شهرين تقول لا وحشتيني يا أمه، يا ترى أوحشكش سيدنا أبو بكر؟ طب لو وحشك ممكن تشوفه فين غير في الجنة، في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. مش مشتاق تشوف سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا أبي عبيدة بن الجراح، سيدنا أبو الدرداء؟ مش مشتاق تشوف سيدنا أنس بن مالك، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس؟ مش مشتاق تشوف الحسن البصري وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي؟ مش مشتاق تشوف إمام أحمد بن حنبل والإمام مالك؟ الأكابر دول ما نفسكش تشوفهم؟ هتشوفهم فين إلا إذا اتبعت سبيلهم، إلا إذا سارعت معهم. ما نفسكش تشوف عمير بن الحمام الذي قال بخن بخن لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال بخن بخن، قال ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال رجاء أن أكون من أهلها، قال أنت من أهلها. فنظر إلى تمرات كن في قرنه يأكلهن فقال والله لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فألقاها من يده ثم أقبل واجتهد. يا ترى تقدر تعمل الحركة دي؟ طلع الدنيا من قلبك ارميها في لحظة، الدنيا كلها طلع الدنيا من قلبك وارميها ثم انطلق إلى الله واجتهد في العبادة لتنال جنة عرضها السماوات والأرض. إخوتي
هؤلاء الصحابة نحتاج أن نشتاق إليهم، عسى أن نكون مثلهم. الصحابة رضوان الله عليهم كما قال أبو مسلم الخولاني: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه. عايزك تزاحم الصحابة تبقى في وسطيهم معاهم في صفهم في الصفوف الأولى. الواجب اسمع كيف رب النبي أصحابه. أتباع الصحابة، الواجب العملي تعرف على أبائك. عايزك تبدأ تتعرف على الصحابة، اقرأ عنهم. أنا لما عملت حلقات عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه حقيقي حبيته، زاد حبه في قلبي. والله بقى عايش معايا في حياتي، بقيت كل ما أفكر ألاقي سيدنا أبو بكر قدامي. ابدأ اقرأ واسمع عن الصحابة وتعرف عليهم، وخد لك صحابي، اختار لك صحابي. سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا سلمان، سيدنا أبو الدرداء، سيدنا عمار، سيدنا أبو ذر، سيدنا أنس، سيدنا ابن عمر، سيدنا ابن عباس. خد لك صحابي، خد لك صحابي وابدأ ابقى زيه، اعرف كل حاجة عنه وابدأ زيه. حبيبي فلان وابقى زيه. يا ترى هتعمل الواجب العملي ده ولا هتنسى؟ أسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة.